الإمام الكاظم سلام الله عليه، جاءه رجل فقال له: أليس المكلف مستطيعا؟ قال له: ما تريد من الاستطاعة؟ قال: القوة على الفعل. هو عنده إشكال الآن، سأل الإمام عشان بيشكل عليه. قال له: القوة على الفعل. قال له: قد أعطيت إن أعطيت المعونة. أعطيت الاستطاعة إن أعطيت المعونة. فقال له: ما المعونة؟ قال: التوفيق. أما سمعت العبد الصالح يقول: وما توفيقي إلا بالله؟ نوى العمل وجاب القدرة لاستطاعة، وما توفيقي إلا بالله. قبلها: إن أريد إلا الإصلاح، إرادة، ما استطعت، قدرة، وما توفيقي إلا بالله. جابها كلها. يقول له: أما سمعت العبد الصالح شعيب يقول: وما توفيقي إلا بالله؟ راح الإشكال هباء. نعمة عظيمة موالية، نعمة عظيمة لا بد من الالتفات لها. لا تتكل على حولك وقوتك وتقول: أنا الذي أصلي، أنا الذي أفعل، أنا الذي أتصدق. اقعد. حتى الإمام الكاظم عليه السلام، خوش رواية لطيفة منبهة، تقول الرواية: خرج داود انفرد، أيوب عفوا، خرج أيوب انفرد وقال: يا رب إني ما طلبت شيئا من الدنيا وداخلني شيء، يعني ليس لك. يقول الإمام سلام الله عليه: فمرت عليه غمامة فنادته: يا أيوب، من الذي فعل ذلك بك؟ قال: أنت يا رب. خلاص فهمت النعمة الخفية هذه اللي يوفق لها من يوفق.